ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتي، بليز ما تنسيش تشتركي فيها. اهم حاجه تفعلي زر الجرس والكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده انا هرتب حاجات لعنايه بالبشره والشعر والجسم بتاعتي في كرتونه. يلا بينا نشوف الكرتونه دي هتشيل قد ايه وهنعمل ايه. اول حاجه هبدا اعملها ان انا بحط ورق زي كده. كرتونة اصلا مش كبيرة قوي، يا رب بتكفي. يلا نقول بسم الله. اول حاجة احطها وهي ازازة زيت جوز الهند دي، هي مقفولة كويس، مقفولة كويس جدا كمان، بس انا عايزة بقفل عليها اكتر، بس هي مقفولة كويس جدا كده عشان تشوفوا. شايفين كده؟ كمان وبعد كده بقى هحط ايه؟ الاربع ازايز زيت دول، رصهم كده بطريقه معينه، لازم يبقوا واقفين، يعني ازايز الزيت دي لازم كده تبقى واقفه. بعد كده احط مزيل الميك اب من جارنيه اهو هنا كده، والفازلين ده اهو حطه هنا كده. يا رب يا جماعه تكفي بجد، متوفره جدا وانا عامله رص مش عارفه. حط المناديل دي هنا، نسى المناديل دي هنا، وده التونر. استنى بس اقعد عشان انا ايه اعرف اركز. التونر ده بتاع ايفا، وده كده فازلين للشفاف بالالوفيرا جيل عشان اللي ما شافش الحاجات دي برضو يشوف تاني معايا. الباكت دي فيها الساعة والتوك، كنت موريها لكم قبل كده برضو عشان البنات ما شافتش الساعة تشوفها. هي بنات ايه رايكم فيها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في الساعه. احطها فين فين فين؟ عايزه احطها مثلا قولوا هنا، ولا اقول لكم سيبوا الساعه دي عشان بس ما تجيبوهاش حاجه. حط المعجون ده هنا كده مثلا، بقى استنى احطها هنا احسن بس كده. ودي كده امبولات ايفا، امبولات ايفا احطها هنا كده. يلا بقى نبدا في الكيسه الثانيه. عايزه اقول لكم الكيسه كبيره ومش عارفه انا اعمل ايه والله. بصوا ده فاكرينه الباسكت اللي كان فيه البيوتي بلندر، حطه هنا كده. المعجون الكبير ده من كلوز اب هنا كده، فرش الاسنان اهي، ممكن نحطه هنا كده. ازازة زيت جونسون هنا كده، ودي برضو زيوت حطها فوق الزيوت التانية هنا كده. دي كده علبة عبد الصمد الكرشي تمام هنا كده، ودي كده صابونة هنا. ان شاء الله يكفي. بس ده كده بتاع كبسولات فيتامين اي، وده ال ده القطن الكوري حطه هنا كده، ممكن احطه هنا احسن.
دي كده فرش الميك اب. دي كده توكا. دي كده علبة مناديل تانية. دي علبة مناديل تانية. أظن كده أحسن، شايفين كده أفضل صح؟ والقطن ده برضو كده هاخده احطه هنا. حمام الكريم ده جايباه المرون في الجهاز، حطه هنا كده. ودي توكا حطه هنا كده. وده كده سبراي جنان حطه هنا. ان شاء الله يا رب تكفي، بس هي اعتقد لا مش هتكفي، يعني ما اعتقدش انها هتكفي خالص، مش عارفه قلقانه. ودي كده طوقتين اهم. كده ده سبراي بينك، وده سبراي سنيشيل اللي كنت كلمتكوا عليه في فيديو ماي واي اهو كده. كده بس غطا بينك، حط الغطا بتاعه لقيته وقع. ودي كده بقى دم الغزال والقلم مرطب وروج الجيلاتيني كده اهو. اخر حاجه في علبه مناديل تانيه طالما كده. ودي اللي فيها الساعات، نوريكم شويه. تعالوا بقى نخش في باقي الحاجه، مش عارفه بقى هيكفوا ولا ايه، مش عارفه بصراحه، مش عايزه اكبس قوي. اللي هي السبريات الجديده اللي شفتوها في فيديو مشتريات ماي واي. دي هزنقها هنا كده، ودي هزنقها هنا. مش عارفه كده خلاص، الكرتونه بدات تجيب اخرها. كده حلوة قوي. طب نحاول. خلاص بقى كده فاضل المنظفات اللي هي واحدة وعليها واحدة هدية، مش هيرضوا يدخلوا فيها، يبقى نخليها بقى للكرتونه اللي بعد كده. بس كده يا حلوين، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش اهم حاجه لايك للفيديو ده والاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. باي.